لو احنا النهارده واحنا قاعدين في ذكرى 30 يونيو الذكرى الخامسه بنتكلم وفي عمليه عسكريه وامنيه شامله تتم اسمها سيناء 2018، هذه العمليه بتشتغل على المحاور الثلاثه اللي احنا اتكلمنا عنها، محاور الحدود الرئيسيه، الحدود الشرقيه والغربيه وسواحل مصر، وايضا بتشتغل على محافظات الداخل. فمقارنه سريعة جدا بأعداد العمليات الإرهابية اللي كنا بنشوفها ربما كل أسبوع في كل محافظة مصرية، في عواصم، في اتجاه النقاط العسكرية ووحدات الأمن ومديريات الأمن والكنائس والمساجد ونقاط الشرطة وغيرها من الأماكن الاستراتيجية، القضاء اللي تعرضوا للاغتيالات، وإحنا في ذكرى استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام المصري في وسط القاهرة جراء عملية إرهابية مدعومة من الخارج. كل هذه الأعداد الحقيقة لما النهاردة في نص عام 2018 بنتكلم بقى على أرقام انحسرت تماما، سيطرة تشعرنا بالارتياح الكبير، تعكس ملامح النجاح اللي قدرت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أنها تحققه في مواجهة هذا الخطر المعقد والمتشابك. قادرين نقول أن احنا دخلنا الفصول الأخيرة لاقتلاع الإرهاب بشكل كامل والإعلان عن هزيمة كاملة للإرهاب إن كان في سيناء أو في غيرها من المحافظات. من الأرصدة الإيجابية، وسيكتب التاريخ لثورة 30 يونيو أنها من أعمالها المجيدة الحقيقة، أنها أنقذت مصر من موجة إرهابية معقدة. يعني مش عايز أكرر الكلام اللي كان بيتقال فيما بعد 30 يونيو، أن النظر إلى الأشقاء من الدول العربية في الإقليم اللي لم يتمكنوا حتى اللحظة من الهزيمة الكاملة، نتمنى لهم الانتصار إن شاء الله، ونتمنى ليهم أن هم يحققوا الأوطانهم ما قدرنا الحمد لله أن احنا نحققه في مصر. لكن هيكتب لثورة 30 يونيو أنها وضعت هذا الهدف كهدف رئيسي وأولي، كما جاء في التقرير. وزير الدفاع في هذا الوقت خرج يتحدث بعد أيام قليلة طالبا التفويض من الشعب المصري كي يخوض هذه الحرب. هو كان برؤية عسكرية واستخباراتية استباقية، أنه يعلم تماما أن لن تكون الحياة وردية.